حسم فريق الكويت لقب دوري STC الممتاز لكرة القدم قبل نهايته بجولة بعد أن اكتسح فريق السلمية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في حين تمكن القادسية في المواجهة الثانية من الحفاظ على مركز الوصافة بعد أن حقق الانتصار بهدف نظيف على فريق كاظمة. تفاصيل ختام الجولة 17 لدوري STC في سياق التقرير التالي. ليلة الحسم لدورينا كان قدرها أن تكون في المحطة قبل الأخيرة من عمر الدوري، فللمرة الرابعة على التوالي والسادسة عشرة في تاريخها الكتيبة الكويتاوية تتوج بلقب دوري STC الممتاز لكرة القدم. العميد منبع العطاء والإبداع تمكن من دك مرمى السالمية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، تناوب على تسجيل أهداف الأبيض الكويتاوي فهد حمود الهدف الأول والهدف الثاني والثالث عن طريق يوسف ناصر. أما الهدف الرابع فقد حمل إمضاء الدول العراقي على عباس. قدم سريع الآن فيصل زايد، عبد المنطقة 18 حق بالرأس، الله، هدف على عباس. في حين اكتفى السماوي بهدف واحد سجله حسين الموسوي. احتجنا الثلاث نقاط في بأي طريقة، يعني قلنا ناخذها بالملعب، يمكن الأمور الإدارية اللي حصلت برا الملعب احنا كلاعبين يمكن ما لنا علاقة فيها، احنا بس نطبق التكتيك المدرب ونحسم المباريات في داخل الملعب ونقول قلت لك الجمهور نادي الكويت شكرا، جهاز فني، جهاز إداري، جهاز طبي، شكرا للجمهور، يستاهلون درع الدوري. أما هناك في العديلية فيبدو أن الأمال والطموحات تبددت بعد أن حسم الكويت مباراة مبكرا، ففي نفس التوقيت كان يلعب القادسية وكاظمة على استاد الصداقة والسلام. الأصفر قدم المطلوب وتقدم على كاظمة بهدف حمل أمضاء نجم الكتيبة القدساوية بدر المطوع، وظل الهدف الوحيد حتى نهاية المباراة والتي اتضحت نتيجة حسم الكويت للقب الدوري على لاعبي القادسية مع الدقائق الأخيرة للمباراة، مكتفيا الأصفر بالوصافة وقبل ختام الدوري بجولة. يمكن رسمة شايف المباراة كانت فيها، يعني احنا كنا اخطر على القضية، يعني فرص كثيرة، لكن الحمد لله توفيق تسجيل هدف وانتهت فيها المباراة. يعني في اشياء الواحد ما يبي يتطرق لها، بس الواحد يقول الحمد لله على كل حال. يعني احنا ما بيتكلم هالمواضيع اللي صارت سواء قلب النتيجة وهي شيء، هالأمور هذه اللي كانت صراحة يعني أثرت على نفسية اللاعب شيء أكيد تفايز المباراة تنقلب عليك نتيجة، يعني الواحد ما يدي يتكلم الحين لكل حادث حديث إن شاء الله. بالنسبة ضد فريق نفس القادسية أكيد مباراة مرضية، أتوقع قدموا أداء، ضيعنا فرص محققة ولكن ما حالفنا الحظ وقد لك النادي القادسية. إذن حسم الأمر، الكويت بطلا والقادسية وصيفا، والتتويج الرسمي سيكون بالجولة القادمة لأبناء كيفان مواصلين هيمنتهم الكروية على الألقاب وعن جدارة واستحقاق. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.